للصيام تأثيرات إيجابية كتير جدا على الصحة العامة، لدرجة إن سبحان الله بعد فرض الصيام علينا من ربنا سبحانه وتعالى من آلاف السنين بدأوا الدراسات الأجنبية كلها بتتكلم على موضوع الصيام المتقطع وقد إيه هو بيؤدي إلى تنقية الجسم من السموم، بيعلي الحرق، بيخلي الجسم في صحة بشكل رائع. الصيام بيدي فرصة للجسم ان هو زي ما بنقول ايه بيعاد فرمته، زي بالظبط الكمبيوتر اللي بنفرمته من اول وجديد. فالانسان اللي بيلتزم بالصيام او اللي بيصوم اثنين وخميس طول السنة مش بس بيلتزم بصيام رمضان، صحته بتبقى افضل بكتير من اللي ما بيلتزمش بده. الفكرة كلها ان الجسم بيحتاج كل فترة ان هو يغير من طريقة التعامل مع الاكل وتناول الاكل، يهدى والاعضاء الحيوية اللي بتتعامل مع الاكل تاخد زي بريك وتعيد فرمطتها ويعاد فرمطتها زي ما انا قلت. فسموم الجسم بنتخلص منها بشكل كبير، زي ما قلت ممكن يحصل حرق للدهون وتبقى فترة كويسة جدا قبل الفطار لحرق الدهون. مهم جدا ان الانسان طالما عنده وقت صغير، سبحان الله احنا بنستخدم الطريقة دي مع الناس اللي عندهم سمنة وما بيقدرش يتحكموا في كميات الاكل اثناء النهار والليل، فبيبقى عندهم وقت قصير للاكل والوقت ده بيقدروا يستغلوه هم ياكلوا اكل صحي زي ما احنا بنوجههم. فطبعا الصيام تأثيرات ايجابية كتيرة جدا على الصحة.